وحول الاستعدادات للقمة لانعقاد الاجتماعات التحضيرية للقمة بالجزائر، معنا من العاصمة الجزائرية منذر أبو دوح مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية منذر، يعني ضعنا في أو أحدث الاستعدادات لديك في هذا الإطار. تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل الاستعدادات تجرى على قدم وساق مثل ما يطلق عليها، استعدادات مكثفة من الحكومة الجزائرية لإنجاح القمة العربية، والتي بدأت في الاستعدادات الأمنية لتأمين الوفود القادمة، وكذلك الدعم اللوجستي للوفود القادمة من خلال توفير كافة وسائل النقل وكذلك الوسائل الانترنت للمشاركين، سواء الوفود الاعلاميه وكذلك الوفود المشاركه والقادمه مع وزراء الخارجيه والوزراء والرؤساء القادمين العرب للمشاركه في القمه العربيه التي ستعقد في بدايه شهر نوفمبر. بطبيعه الحال هناك كانت جلسات نقاشيه بدات باجتماع على مستوى المندوبين الدائمين الذي بدأ بالأمس ويستمر إلى اليوم، وذلك للتحضير للبنود التي سيتم عرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب والذي سيعقد يوم السبت المقبل. وكذلك هناك اجتماع على مستوى المسؤول كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والذي انتهى الآن، وجرى مناقشة التحديات الاقتصادية الخاصة بالقمة العربية والتحديات الاجتماعية، وخاصة في التحديات الاقتصادية تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على المجتمعات العربية وكيفية توحيد الرؤى والخروج بقواعد للدول العربية لمواجهة هذه التحديات، وكذلك نقص الغذاء وتأثيرها على الدول العربية، خاصة وأن الدول العربية من أكثر الدول التي تأثرت بالأزمة الروسية في أزمة الغذاء، الأزمة الروسية الأوكرانية في أزمة الغذاء. كذلك التحديات السياسية الراهنة وما تشهده المنطقة العربية، سواء بالنسبة للمشكلة السورية وكذلك اليمنية والتدخلات في الشأن العربي والتدخلات الإيرانية في الشأن العربي والتدخلات التركية في الشأن العربي ومساها للأمن القومية العربي. تعتبر هذه القمة قمة لم الشمل العربي ورأب الصدع بين الدول العربية، خاصة وأنها تأتي بعد 3 سنوات توقفت انعقاد القمة على مستوى الرؤساء، وذلك بسبب الظروف الصحية لفيروس كورونا والذي أثر على مستوى العالم. لذا تعتبر هذه القمة قمة رئاسية مهمة لتوحيد ورأب الصدع بين الدول العربية تجاه مختلف القضايا، سواء على المستوى السياسي وكذلك الاقتصادي وكذلك الاجتماعي. الجزائر أو الحكومة الجزائرية تعول على أو توفر كافة إمكانياتها لإنجاح هذه القمة. السيد أحمد أبو الغيط وصل ظهر اليوم إلى العاصمة الجزائرية، وبمجرد وصوله قام بمتابعة الاستعدادات للقمة العربية وعقد لقاءات مع الإعلاميين والوفود الإعلامية المشاركة في تغطية القمة لمتابعة آرائهم حول القمة، وكذلك ما تابعوه من خلال زيارتهم للعاصمة الجزائرية للإطمئنان على أن كافة الاستعدادات كاملة من قبل الحكومة الجزائرية. وسوف نتابع التفاصيل على مدار الأيام. شكرا لك منذر أبو دوح مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من العاصمة الجزائرية.